معاكم وناخد بقى البطل بتاع مباراه اليوم كابتن غاده حسام حارس مرمى النادي الاهلي. الف سلامه عليكي النهارده. يمكن التشجيع ده هو اللي خلاكي ترجعي تاني. الاصابه كانت جامده جدا. قولي لي تعرضتي للاصابه ايه اللي حصل؟ مفيش ان انا خبطت في العارضه، شفتي اتفتحت وظهري وايدي موجعني، بس روح الفانيلا الحمراء وجمهور وفريقي لازم ابقى اقف جنبه، فده طبعا حاجه ما يناسيني اي وجع ولازم اكمل. والحمد لله ربنا، احنا بجد بنتعب وربنا الحمد لله ادانا على قد تعبنا. قولي لي الجمهور ده كان ليه تاثير عليكم النهارده بشكل كبير؟ المباراه كمان كنت متوقعها ان هي يبقى فيها اكتر من شوط، ولا كنت شايفه المباراه النهارده؟ لا احنا ما كناش متوقعين الماتش يبقى اكتر من شوط، وغير كده الجمهور هو اللي رجعنا، الجمهور هو اللي بجد خلانا ان احنا ندافع كويس ونجري وخلانا نجيب بجد اللقب، يعني الحمد لله. افريقيا هو ده اللي منتظرينه منكم ان شاء الله مع جمهور النادي الاهلي. شايفه البطوله الافريقيه بالنسبه لكم ازاي؟ البطوله دي يمكن دخلت في التاريخ خلاص، اللي جاي هو الاصعب. ان شاء الله لسه هيبقى عندنا نهائيات الدوري هنركز فيها، وبعد كده بطوله افريقيا ان شاء الله ده هدفنا الاكبر، وان شاء الله مستوانا هنعلي بيه اكتر، ان احنا بالمستوى دوت عايزين نزود كمان عشان افريقيا يعني، فان شاء الله خير. ربنا يخليك، شكرا.